يعطيكم الصحة والعافية، معاكم محمد. اليوم معي منتج من شركة شاومي. شركة شاومي عندها عدة منتجات رخيصة وأدائها ممتاز. يلي معنا لليوم هو راوتر سعره ما بتعدى $10. شغل هذا الراوتر هو تحسين جودة الانترنت اللاسلكي في المنزل، وهذا الإصدار الثاني والمحسن من هذا النوع. فبلايات أخير، خلونا نتعرف عليه. اليوم معي منتج من شركة شاومي، وهذا من أفضل الأجهزة اللي بتمكنك من الحصول على شبكة إنترنت سريعة. مميزات هذا المنتج: سعره جدا رخيص، بيبدأ من $5 لحتى $10. هو عبارة عن شبكة مضاعفة لتقوية الشبكة. وزنه جدا خفيف ويمكن اقتناؤه بسهولة. وزنه 30 غرام. هذا الجهاز 300 ميجا بايت، بيعطيك نقل بيانات بشكل تلقائي. في البداية بتم استخدامه على سبيل المثال في حال كان راوتر المنزل بعيد عن غرفتك، وبسبب هاي المسافة ما بتصل الشبكة. مهمة هذا الراوتر هو تقوية الشبكة. بيحتوي هذا المنتج على USB وعلى زر ريسيت، ويلي بتم استخدامه لإعادة الضبط عن طريق وضع إبرة بهاي النقطة. هذا USB يمكن وضعه بشاحن، وبنتحكم به عن طريق تحميل تطبيق من شركة شاومي ماي هوم، يلي راحين تلاقوا التطبيق بالوصف تحت. بعد ما نضع USB بالشاحن سيظهر لنا لون البرتقالي. عن طريق التطبيق بنقوم بإدخال كود راوتر المنزل، وبننتظر قليلا حتى يتم الاتصال. عندما يتم الاتصال بيظهر باللون الأزرق. من مميزات هذا التطبيق يتيح لك تغيير الكود وأيضا تغيير اسم الشبكة. أما بالنسبة للمظهر والتصميم، صراحة تصميمه جدا ممتاز. بيتم توصيله بجهاز USB مصنوع من البلاستيك الأبيض، ويمكن تغيير اتجاه الأنتينة بدرجة 180 درجة. مع تصميم انسيابي يبدو بسيط ولكن أنيق. بيحتوي على 2 أنتينة مدمجة داخل الجهاز لتقوية الإشارة، مع معدل نقل بيانات بتصل إلى 300 ميجا بايت، أسرع مرتين من الجيل الأول. يزيد مدى الإشارة إلى الأماكن الميتة في البيت. مثل ما شفنا الراوتر استخدامه جدا سهل، فإذا كنت مهتم إنك تشتري الراوتر راح أترك رابط شراء المنتج بالوصف تحت لأربع مواقع: أمازون، علي إكسبريس، بانجود والإيباي. شوف أي موقع أنت بتعتمد عليه واشتري منه، لأنه سعره بيبدأ من $5 لحتى $10. فهذا كان كل شيء لليوم. شكرا لكم على المتابعة، استنونا بالفيديو الجاي. سلام.